رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنتعلم ازاي نعمل خطة تسويقية لأي عميل عشان خاطر تطلع تعمل اعلان كويس على الفيسبوك. هات ورقة وقلم وفنجان القهوة وتعالى معايا. يعني ايه اصلا خطة تسويقية؟ ويعني ايه اصلا اقدر اعمل استراتيجية الاعلان طالع على الفيسبوك؟ هو انا مش المفروض اعمل اعلان كده على الفيسبوك وخلاص؟ لا طبعا، الموضوع مش بيمشي كده. لو الموضوع ماشي بشكل عشوائي فالنتائج طبيعي تكون عشوائية، واكيد اي اعلان هتعمله مش هيظبط معاك. الموضوع محتاج شوية حاجات، ورقة وقلم، وتبدأ تحدد كده شوية حاجات عشان ان شاء الله الاعلان بتاعك يظبط على الفيسبوك، سواء كنت بتشتغل عند عميل او بتشتغل لنفسك. طيب انا محتاج اعرف ايه؟ اول حاجة محتاج تحدد الهدف. يعني مثلا انت قاعد مع العميل بتاعك، لازم تفهم العميل ده عايز ايه. العميل ده عايز تفاعل على الصفحة بتاعته، عايز مبيعات، عايز رسائل تجيله على مثلا منتج هو بيشتغله او خدمة بيعملها، ولا مثلا عايز يعمل حاجة اسمها awareness، ان هو يعرف الناس العلامة التجارية بتاعته. طبعا كل حاجة وليها طريقة وليها شغل، فانت لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه للعميل بتاعك او حتى بتعمل ايه لنفسك. ده اولا. تاني حاجة بقى يا سيدي هي الميزانية. لازم تكون محدد الميزانية كويس جدا عشان خاطر تطلع لإعلان. لازم تحدد الميزانية بتاعتك. طبعا إعلان هتشتغله لمنتج معين زي مثلا مجال الأكل غير مجال الطب غير التوظيف، كل حاجة وليها تكلفة وليها منافسة، المنافسة هي اللي بتحدد. بس عموما يعني عشان ما توجعش دماغك، الإعلان ما يكونش أقل من $10 عشان خاطر الإعلان يظبط معاك، أقل من كده يعتبر هجس. تالت حاجة بقى يا معلم هي تصميم الإعلان بتاعك. تصميم الإعلان هو اللي بيخلي الناس تخش على الصفحة بتاعتك أو تشوف الإعلان بتاعك، فلازم تكون مهتم جدا جدا بشكل الإعلان بتاعك، سواء كان الإعلان ده صورة أو في فيديو أو في ريلز، لازم يكون كرييتيف عشان خاطر يقدر يجذب الناس تخش تكمل الفيديو بتاعك أو تشوف البوست بتاعك ده بيتكلم عن إيه. ما ينفعش تحط صورة كده وخلاص وتقول يلا أو الإعلان هيشتغل وخلاص، الموضوع ده اكيد مش هيظبط معاك. اهتمامك بالتفاصيل الصغيره دي هي اللي بتنجح الاعلان بتاعك، فانت لازم تهتم بشكل الصوره، تهتم بشكل الفيديو بتاعك، تطلعه بشكل كويس، وفي نفس الوقت ما يبقاش طويل قوي عشان الناس ما تحسش برخام، عشان تبقى فاهم في الثانيه الواحده اي واحد فينا قاعد على الفيسبوك بيتعرض عليه حوالي 40 اعلان، فانت لو الاعلان بتاعك شكله مش حلو فاكيد هيعدي ويعمل سكرول ولا كاني شايف، فانت لازم تهتم بالحاجات دي عشان تظبط معاك. رابع حاجة بقى يا سيدي هو استهداف الجمهور. طبعا استهداف الجمهور هي نقطة تبان سهلة، بس هي الحقيقة مش سهلة خالص. انت لازم تركز كويس، انا هأدي اعلامي ده لمين، مين الناس اللي ممكن تكون مهتمة بظهور الاعلان بتاعي ليها. فانت طبيعي لازم تكون فاهم انا رايح فين. فمثلا هنفترض ان انت مثلا شغال في المكياج، او انت عامل اعلان لمنتج في ليه علاقة بالمكياج، فانت اول حاجة هتختار الفئة العمرية. الفئة العمرية مثلا الناس اللي هتهتم بالمكياج ديت اكيد هتلاقي سنها من 18 سنة مثلا لحد 55 سنة، ازيد من كده تبقى بتهزر، يبقى اكيد مش هيهتموا هم بالناس دي، هيهتموا بالعلاج مثلا اقصى حاجة يعني. فانت ما توديش للاعلان لسن اكبر من مثلا 55 سنة. الاهتمام هتلاقي برضو الناس اللي مهتمة بالمكياج او مهتمة بالميك اب او مهتمة بمستحضرات التجميل، ما تروحش تودي الاعلان بتاعك لناس مثلا مهتمة بالكورة، يبقى انت برضو كده بتهزر. فانت لازم تكون عارف اعلانك ده هتوديه فين. يعني خامس حاجة بقى يا سيدي هو وضع الاعلان. يعني ايه وضع الاعلان؟ مكان الاعلان اللي انت هتحط فيه الاعلان بتاعك، المكان يعني البلد اللي انت هتحط فيها الاعلان بتاعك، سواء بقى كانت بلد او محافظة او ايا كان. يعني مثلا انت هتستهدف القاهرة فانت هتودي الاعلان بتاعك للقاهره، ملهاش لازمه اسكندريه مثلا، اسكندريه مش هنحط فيها الاعلان بتاعنا لاني ما عنديش فئه مثلا هستهدفها. تمام، هحط مثلا الاعلان بتاعي مثلا في امريكا، انا عندي زباين معينه هوديها لامريكا فاحط الاعلان بتاعي في امريكا. الميعاد بقى بتاعه لازم تكون برضو محدد، وانت عارف مثلا الناس مثلا بتقعد مثلا من الساعه 5 المغرب، فانت هتبدا تشغل الاعلان بتاعك مثلا من الساعه 4 العصر، هيبدا يجمع معاك لحد ما يوصل 5 المغرب، وهيفضل شغال معاك مثلا لحد الساعة 12 بالليل ويقف، لان يعني طبعا في سكيدجول او في جدولة للاعلان بتاعك، مفيش داعي ان انت مثلا تشغله طول النهار، فاهمني؟ عشان الموضوع برضو ما يتحسبش معاك فلوس وخلاص، وفي نفس الوقت يبدأ يظبط معاك. اخيرا بقى يا سيدي هي حتة القياس. ايه القياس؟ اللي انت تراقب الاعلان بتاعك تشوفه والله الحملة بتاعتك شغالة كويس يا سيدي زي الفل، تبدأ تزود مثلا في الميزانية شوية عشان الدنيا تبدأ تظبط معاك او مع العميل اللي انت شغال معاه. تمام، طيب لو مش ظابطه معاك او في حاجه مثلا محتاجه تتغير، بسيطه خالص، انت ممكن تغير الميزانيه،
ممكن تغير مثلا شكل الاعلان عموما، تغير بوست، تغير فيديو، تغير ريلز اللي انت مشغله. الموضوع في ايدك انت، انت شايف الاعلان بتاعك ضارب بوم، مفيش مشكلة، زود مثلا الميزانية عشان الدنيا تبقى كويسة وتمشي معاك بشكل افضل. طيب لو انا محتاج اعدل في مثلا في مكان البلد، ينفع تعمل كده عادي، مفيش مشاكل، والله البلد مش ظابطة معايا، فانا ممكن احط في بلد تانية عادي، مفيش اي مشكلة، موضوع بسيط. وتقدر زي ما قلنا في مرونة في حتة الاعلان، يعني عادي اوديه البلد دي، اوديه البلد ديت، عايزه هنا يظهر، هنا ما يظهرش، الموضوع في ايدك انت. كده احنا خلصنا الحمد لله النهارده، وان شاء الله باذن الله لو ركزت على الكام نقطه البسيطه ديت اكيد اعلانك ان شاء الله هيفرق معاك، سواء كنت شغال لنفسك او شغال مع مين. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه، عن التسويق ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. انا محمد السيد، سلام عليكم.